اوبا اوبا، ايش صاير يا الزعيم؟ ايش صاير مع ايجالو؟ ضيع ام البلنتي من علامة الجزاء. ايجالو ايجالو ايجالو، الله يكيل. ولا بعد بنيجا لاعب الشباب يقول للحارس وين بيشوت ايجالو. هدفين ولقاء كأس الملك سجل من خلاله ايجالو هدف. الكرة ستلعب الآن من... والله في مشكلة مع ايجالو، خلال 3 مباريات ما سجل ولا هدف، وفوق كل شيء ضيع بنالتي. ومرة واحدة تشوف مشجعين الاتحاد دشون بالموضوع يا ابو طاري حمد الله، وقارنوا ما بين حمد الله ايجالو وابو بكر. ولا بعد جماهير الهلال يقولون متعمد انه يضيع البلنتي. ايجالو الله يكيل. لكم التعليق يا جماعه.